نروح لفقرة كتير مهمة وفعلا نحن صرنا عم نشوفها هلأ بالواقع، وعم بيصير في دمج للأسف بين المعايير اللي الناس بتعرفها أو التقييمات اللي الناس بتعرفها وبين التقييمات الجاهزة اللي مقلبة مثل ما بيقولوا قوالب جاهزة، عم نسمع عنها كتير على السوشيال ميديا. يعني إذا ما كان الشخص له هي الصفة أو هي القيمة مثل ما عم يسمع فيها مع أنه ممكن ما بيمتلكها، معناته هو ما هو الشخص المثالي. عم بتصير في فجوة عند الإنسان بين حياته الطبيعية قبل ما نفهم والحياة، ما انه ما في شخص ابدا نهائيا كامل، بس بعض الاشخاص يمكن عندهم عندهم هي نوع من المثاليه. انا صادفت كثير من هدول الاشخاص سلمى اللي هن يمكن عندهم نوع من المثاليه الحقيقيه، لا الحقيقيه ما المزيفه، مع العلم انه في اشخاص كمان عندهم مثاليه مزيفه، ما فينا ننكر هذا الشيء. وهذا الشيء رح نحكي عنه فرح، المثاليه كصفه ممكن شخص يكون بيتمثل فيها او بيسعى اليها، هي صفه كثير صعبه. الكمال طبعا لله عز وجل فقط على الأرض. خلينا نعرف كيف فينا نعرف إذا شخص مثالي وحياته طبيعية أو إذا شخص هو منمق شوية كلام وعند أول موقف بتهر التفاصيل كلها وبيبين على حقيقته. كل هالمعلومات رح نعرفها مع الدكتورة طبعا شفاء صوان، وهي اختصاصية بعلم النفس والاجتماع. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحكم يا أهلا. صباح الطبيعي. صباح الجمال والطبيعة والفطرة. أكيد. يسعد صباحك دكتورة مرة تانية. لما نحكي عن مفهوم المثالية أول شيء قديه هذا المفهوم يمكن كتير كبير، خلينا نفهم معنا بطريقة صح قبل ما نفوت بالتفاصيل. هلأ هو في المزيف والحقيقي. تمام. ما في شيء بالكون يعني هو كله بتناسق وتناغم، لكن هو نحن كبشر أنا عم بحكي إنه نحن فينا ناس حقيقيين وفي ناس مزيفين. طبعا الإنسان الحقيقي هو اللي يكون متصالح مع حاله جدا، المحب لحاله، الصادق مع حاله، اللي هو ظاهره مثل باطنه. الإنسان المزيف يلي هو بيحاول يخبي شغلات كتير، بيحاول مثلا كتير يهتم باللبس، يهتم بالشكل زيادة كتير، يحاول يعمل عمليات تجميل أوفر لحتى لدرجة إنه هو ما خلقته الطبيعية يغطي، بيحاول يحط مكياج أوفر مو بكل وقت، بدائما من الصبح للمساء. هي كل الأشياء بتدل على شخصية مصطنعة أو ما لا متصالحة مع حالة، يعني هي ما لا صادقة مع حالة. الأفضل إنه الإنسان كلنا معرضين للأخطاء، نحن بشر وهذا الشيء طبيعي طبيعي طبعاً. جدا إنه الإنسان يمر بأوقات معينة يحاول يعمل كفر على وشه إنه هو مشان ما يبين في شيء جواته، يمكن في ألم، في عدم سعادة، في كذا. فنحن لازم كمان مو الفكرة إنه نحن نقول إنه هدول الناس صح أو خطأ، لا، الفكرة إنه نحن ضروري إنه الإنسان يرجع للفطرة. أجمل شيء الفطرة، مثل ما رب العالمين خلقنا أنف كبير أنف صغير، عيون صغار عيون كبار، برأيك في قناعة اليوم بهذا أسود كلام؟ أبيض. طبعا اللي بيحب ذاته حتى الناس بتشوفه جميل. نحن كتير بحياتنا بنشوف أشخاص من ألوان مختلفين وشعر مختلف كذا، بس عقد ما الإنسان هذا متصالح وحابب ذاته بتصير نحبه، بتصيري بشع حبه، وبتصيري أنت إجباري بتحبي هذا الشخص وهذا النمط وهذا الأسلوب اللي باللبس مثلا، لأنه هو أصلا حابب حاله. فحب الذات بينعكس كمان على الآخرين، الآخرين بيلقطوه، طفل صغير بيلقطه، ممكن طفل صغير يشوف حدا كتير عامل شغلات غلط بلبسه أو شكله أو هيك، فهو بينفر ليه، لأنه هو لساته فطرة ما 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 ما, ما شوهته السوشيال ميديا والقصص والمثاليات اللي هي عم تنعمل، هي ما لها شيء صح أبدا. إنه لما نحن بنعرض حالنا كمثاليين حلو نقول حقيقتنا بالشيء اللي نحن بنقدر نساعد فيه الآخرين، إنه أنا مثلا مريت بهي التجربة أنا بساعد الآخرين بهي التجربة، أنا حدا مريت بهيك كذا بخطأ معين تجاوزته أنا حابة إني أنا أقول للآخرين كيف يتجاوزوا. مو غلط أبدا، الغلط يلي هو دائما يلي بيغطي الخطأ، يلي هو بيغطي الأشياء اللي لازم يظهرها. وأول شيء مو ضروري الناس مو مهمين، مهمين التصالح مع ذاتنا وحب ذاتنا، أهم شيء حب الذات. يعني هي الرحلة تبدأ رحلة الفطرة والرجوع للفطرة والطبيعة، هي تبدأ من الحوار مع الذات. أكيد. كمان دكتورة شفاء، كتير في ناس مثل ما قلتي بتحاول تتصنع وتتجمل لتاخد وجه آخر ياخد القبول للناس. تمام. ليش؟ لأنه صار في صورة نمطية عند تمام. العالم أجمع مع اختلاف طبعا وين نحن موجودين على هاي الكرة الأرضية، أنه جميل هو فقط لحير ياخد القبول من تمام. الأشخاص، وهي صورة خاطئة تماماً. مو شرط أبداً، يعني أنه إذا أنت مانك جميل معناته ما رح تلقى قبول. تمام. خلينا نحكي عن هاي القيم واختلافها، وقديه صار صعب بهذا الوقت تربي أولاد بهذا الزمن اللي صار تمام. فيه المصطنع هو الأفضل. هلأ كل شيء بالكون هو إنعكاس،
الاماكن المزيفه تجذب الناس المزيفين، لهيك دائما الناس المزيفين بيقولوا دائما عم نوقع بمقالب باشخاص كذابين باشخاص مو حقيقيين باشخاص. ليه؟ ما انت من جوا مع حالك مزيف، ما انت مو حقيقي مع ذاتك، فانت لا تطلب الحقيقه من 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 من, من, من انعكاس مزيف. يعني مستحيل انت تكوني مثلا شقره وتوقفي على المرايه تلاقي حالك شعرك اسود مثلا، مستحيل. المراه تعكس كل شيء جوات بالظاهر. كمان اي شيء بالحياه، علاقات، اشخاص، احداث بنمر فيها هي انعكاس لشيء جواتنا. نحن بنخاف من شيء بيتجلى لنا لانه نحن مركزين عليه، خوف خوف خوف، فبيتجلى لنا بحياتنا كواقع. بنكره شيء معين، مثلا انا لما بدي اوصل مثلا لوظيفه معينه او ل مكانه معينه بالعلم او اي شيء، بدال ما انا حسدي للشخص اللي موجود بهذا المكان رح يروح علي الفرصه لانه انا ركزت عليه، بدال ما ركز على انا شو بدي، انا بدي هذا المنصب مثلا او هذا الشيء اللي انا بدي اوصل له او هذا المركز الاداري او هذا المركز العلمي او هذا الشيء اللي انا بدي احققه، بدال تركيزي على حسدي للشخص اللي موجود فيه رح يروح مني فرصه اني الوصول لهذا المكان لانه انا ما عاد ركزت على هون، ركزت على زميلي بالعمل او الشخص اللي انا بدي اوصل بمكانه. هلا هي الامور كلياتها امور حلو انه نعرفها، بس بعض الاشخاص بيسالوا نحن كيف فينا نتصالح مع نفسنا بطريقه صح؟ بيكون يمكن هن البذره طيبه عندهم بس ممكن يكون السبب بسيط، ممكن يتعالج ويتصلح لحتى نحن نقوم السلوك ونعمل نوع من الثقه بالنفس والتصالح مع الذات. هلا المجتمعات الواعيه هي بتتقبل، بتتقبل يلي عنده مشكله بشكله، عنده مشكله بطبقته الاجتماعيه، مو مشكله انا عنده اختلاف فينا نقول، بتتقبله مثل ما هو، بتتقبله حتى بشكله باشياء مرت فيه مثلا بمرض معين. نحن هلا بنلاقي بمجتمعنا اذا مثلا حدا من العيله تبع البنت في مرض معين ببطلوا ياخذوا البنت، بتصير البنت عاز. طبعا هذا يرجع كمان كثير للبنت لانه البنت اعتقدت نفس الاعتقاد، خلت مجتمعها هو اللي يعتقد هذا الشيء. بينما كثير ناس انا بعرف وحدة كانت مديرة منظمة كتير كبيرة، فكانت مشلولة، أخذت رجل يعني رائع جدا وجابت منه أولاد وعاشت أحلى حياة. ليش؟ الفكرة هي ما تنمطت على نفس فكرة المجتمع اللي قال أنت مشلولة شو بده ياخدك، وأهله رفضوا أول شيء وكذا، قال لهم أنا شايف الجوهر تبعها وأم صالحة ورائعة وناجحة. الفكرة نحن ما نخلي، ما نسمح لمجتمع يقيمنا. نحن شوفي مجتمعنا قادر على هذا الشيء، مجتمعنا موجودة في هي الصفات. أكيد أكيد، لأنه كل ما كانت المجتمعات أكثر تقبل لذاتها، لأنه نحن دائما متحيزين لشكل معين، متحيزين لنوع معين، متحيزين لشيء معين، لتفكير معين، لشكل معين، للبس معين. فنحن لما بنكون متحيزين لهذا الشيء ما رح نتقبل آخرين. أما لما نوصل لمرحلة التصالح، مثل ما بيقول جلال الدين الرومي إنه أنا بحب كل الكون بما معناه يعني بالشعر، إنه أنا بحب كل الأديان وكل لأنه بتوصل لله. كل شيء نقي وكل شيء فطره هو بيوصلك لذاتك ولا الله، وكل شيء ماله يعني ماله نقي وفي تبعات واشياء وغبره بتكون مرت عليها بسبب مجتمع، بسبب افكار، بسبب سوشيال ميديا عم يروج لنا الاشياء خاطئه اللي هي ما لها مثاليه، يعني مثلا جسم المثالي كذا كذا، الشكل المثالي كذا كذا. ليه؟ اهم شيء بالانسان احنا روح وجسد وعقل وقلب. القلب إذا كان مو طاهر ما في جمال، الروح إذا ما كانت نقية وطاهرة ومتألقة ما في جمال، حيروح من هذا النور والجمال. الجمال يكمن في قوة الروح. كمان العلماء الغربيين هلأ كتير مؤمنين على فكرة بقوة الروح، الغرب صار يروح على الشرق لأنه نحن عندنا قوة الروح، ونحن الشرق عم نروح على المادية وشاكرة الجذر، بدال ما نطلع لفوق ونرتقي عم ننزل لتحت. فالفكرة كل ما كنا أكثر تواصل مع ذاتنا صار في توازن، صار في توازن بعقلنا، بعاطفتنا، بروحنا، بجسدنا. بناكل اكل صحي لانه اللي بيحب جسده مثلا ما بياخذ شغلات بتضره، ما بياكل اكل بضره مثلا، ما بيتصرف تصرفات مثلا، ما بينام متاخر، يعني نحن عندنا مشكله. كل ما زاد الوعي زاد حبنا لذاتنا، حتى صرت تشوف اشياء او فيديوهات او شغلات او تقرا عن شغلات انك انت تنمي وعيك. القراءه كثير مهمه، ونحن امه اقرا ما بنقرا، يعني الفكره القراءه مو بس انك انت تمسك كتب وتتصفحها، مو كل الكتب هي قيمه، الكتب يلي بتزيد وبتطور وبننمو. نحن بحاله نمو، نحن مو بس نمو جسدي، نحن نمو عقلي وروحي ونفسي وتالق. وكل مشكله بنمر فيها بحياتنا اذا ما كانت تطور الافضل، لانه المشكله هي رساله لازم تصلح شيء. تصليح كيف السيارة لما بتخرب، أنا معناتها عم تعطيني رسالة، هي السيارة لازم تصلحني.
كمان الانسان لما بيمر بمشكله بحياته هي كمان عم تقول عم تجي رسائل من الكون ومن رب العالمين انه صلح في شيء جواتك لازم تصلحه كذا. لما نحن بنراكم هي المشاكل بنوصل مثلا للانتحار، للاكتئاب، للمهدئات، لكذا. ليه؟ وفي شغله طريقه ابسط بكثير اللي هي التواصل مع الذات، نقعد لحظه صفاء مع الذات لحتى نعرف نحن شو بدنا. لما تسال تعطى، لما انت تسال اي سؤال سواء تسال بذاتك بالشيء اللي انت بدك تشتغله بحياتك، بشغفك، بنهمك، بالشيء الحلو بتحبه، فانت رح تتلقى الجواب ممكن عن طريق شخص، عن طريق ظرف، عن طريق ناس معينين، عن طريق كلمة تقراها بكتاب، عن طريق قارمة تشوف فيها هي رسالة لك، بجوز سيارة حاطة على أفاها كل جملة بتكون هي رسالة لك بالوقت المناسب، بجوز رفيقك بالفيسبوك أو بالواتساب حاطت حالة بتكون هي كتير بتمسك وبتخصك، وهي رسالة مو من هذا الشخص، هو مجرد رسول لهي الرسالة. صحيح. يعني يمكن اليوم حكينا عن كتير معلومات فرح، فعلا هي يمكن بتكون احيانا بين ايدين الشخص بس ما بينتبه عليها. ولهيك عم بدي اسالك، كيف انا بقدر اعرف مدى قدره، اذا انا حبيت اليوم اقعد مع نفسي واعرف مدى قدره انا قديش مسيطره او عامله كنترول على نفسي اني ما انغش، او اني ما تاخذني الدنيا مثل ما بيقولوا، واني فعلا اكون قدرانه اعطي نفسي الصح واتعامل مع الاخرين بالطريقه المقبوله. تمام. كمان ما بدنا نبالغ بكل شيء. أكيد هي الطريقة المقبولة هي الطريقة الفطرية. كيف الطفل بيتصرف بعفوية، الإنسان الحقيقي يتصرف في حقيقته. أحيانا تتصرفي بعفوية بس بتلاقي بطريق تاني، فبتصيري بتبلشي تنعزلي وتبعدي تبعدي. تمام. تبعدي لتلاقي حالك صرتي بمجال آخر ممكن. تمام. في ناس كتير انصابت بالاكتئاب بسبب من ردود فعل تصرفات الناس الآخرين. هلا ممكن إذا كان هذا المجتمع ما بيتقبلني لأنه هو عنده مرض معين، يعني مو ما خلينا نكون أكثر هذا، بروح لمكان بيشبهني، فهو مثل ما قلت أنا انعكاس، يمكن أنا أكون بمكان كله يعيب او يعمل او يدقق علي، فهذا المكان لانه بيشبهني انا فيه، لاني انا بخاف من حكي العالم، انا حطيت بمكان كلام العالم هو الاساس، انا ما بيهمني كلام العالم، بيهمني رضاي عن نفسي ورضاي عن ذاتي واني احقق شيء بحياتي، انا راح احط بمكان يقدر جوهري. كنتي عم تسالي انه كيف بقدر انا اقعد مع نفسي وقيم نفسي لاي درجه انا خلوه. هلا ليش نحن فطريا على فكره لما بنتضايق او بنتعب بننعزل عن كل شيء، والعزله هي كثير مهمه، هي حاله من التامل والصمت، والصمت بيعطينا رسائل اجوبه كثير، بس اوقات هذا الصمت بنروحه مثلا بسهرات بروحات، انا مكتئب بروح مع رفقات سلبيين بيقعدوا قعدات سلبيه بيحكوا شغلات سلبيه. الحلو انك انت تقعد مع ذاتك بالذات بوقت متاخر من الليل من الساعه 2 للساعه 6 الفجر، عود صفون تنفس بعمق، شوف انت الشغلات اللي بدك، مسك ورقه وقلم واكتب الشغلات اللي انت بدك اياها، لانه الشغلات اللي احنا بدنا اياها لازم ضروري نكتبها، لانه اي شيء بنكتبه اي شيء بيضل بس ببالنا ما بنحققه. نكتب وننفذ، نكتب وننفذ. اللي بيكتب وما بينفذ، يعني بيفكر وما بينفذ، مثلا انا بدي افكر اني عم بدي الف كتاب مثلا وما نفذت، معناتها ما لقيت الفكره. انا فكرت بمشروع، انا مشروع رائع وبجنن وبجيب مليارات، بس هذا المشروع لساته براسي، فهو ما لما ما بيتنفذ هذا الشيء. فأهم شيء مجرد ما أني قعدت مع حالي عرفت شو بدي، أولوياتي، مين أولوياتي، أنا أولوياتي الناس ولا نفسي ولا عيلتي ولا كذا. فأنا لما بكون بحط أولوياتي برتب حالي، أنا بقول لهم العقل المكركب مثل البيت المكركب، البيت المكركب ما فيكي تطلعي الغرض اللي بدك إياه منه أو الدرج المكركب على مستوى بسيط جدا، بينما لما بيكون البيت مرتب أي غرض بدك إياه بتلاقيه بالمكان. صحيح. اللي أنت بدك إياه. كمان تماما العقل، لا نكركب عقلنا يعني أوقات الناس بتكركب بيتها بكركيب أكتر، بتكركب عقلها بكركيب أكتر. مثلا بدل ما تعالج مرض معين بتروح بتزيده أوفرة بأشياء وتصرفات هي خاطئة. فحب الذات هو ينبع من حب الذات، ما بيهم شو كانوا الناس يقولوا علينا، ما بيهم نحن شو كنا من قبل، ما بيهم إن الحسنات يذهبن السيئات، محاية يعني نحن مجرد أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. كمان الإنسان السوي يتقبل عنك أحسن ما عملت ويتجاوز عن سيئاتك، حتى الكون والدنيا ورب العالمين يتقبل أحسن ما عملت ويتجاوز، يعني نحن بحالة تجاوز. كل نهار بتطلع فيه شمس هو تجاوز، كل نهار كل لحظة بيطلع النفس وبيرجع هو لحظة لحتى نبدأ صفحة جديدة، مو بس الشمس، كل شيء بحياتنا. هلأ كتير حلو هذا الكلام، ممكن نحن بدنا قوة شخصية، بدنا دعمها من المحيط. وهون السؤال إنه بعض الأشخاص يمكن بيتعرضوا يمكن لتربية سيئة، لوسط محيط سيء، لتنمر بالصغار، هذا الشيء ممكن يكسر فيهم شيء لما بيكبروا. بتشوفي دكتورة إنه فعلا هذا الشيء بيساهم يمكن ببناء شخصية مزيفة، إنه نحن نجرب كل خطوات لحتى نرضي الغير؟ تمام. هلأ هون لما نحن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، لما بنخبي مندسي معناتها مندسي منخبي مندس
ندس شيء جواتنا. زكاها التزكية اللي هي التطهير، أنا بضل بحالة فلترة. يعني أنا مثلا لو مرقت بظروف صعبة، أكيد نحن كلنا بنعرف أوبرا وينفري الإعلامية الفظيعة، تعرضت للاغتصاب، تعرضت لقصص وسير وفقر شديد و طبعا مثل متايل. أنا في أمثلة، ملايين الأمثلة، مجرد ما نكتب ناس عانوا من مشاكل معينة ونجحوا نجاحات عظيمة بتلاقي قصص كتير كبيرة طبعاً. فالفكرة بالعكس، الألم هي حست بالنساء اللي يتعرضوا للأذى النفسي أو هيك، حست بكذا، حست بكذا، هي من أكثر الناس نجاحاً، لأنه دائماً حتى الناس الناجحين بالحياة هي نقطة من نقاط قوتهم أنه هن تألموا لحتى تعلموا. من لا يتألم لا يتعلم. نحن كيف بنكون شخص جوهري؟ ال 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 زيت الزيتون النقي الصافي ما بيطلع إلا إذا عصرنا الزيتون، عصر بالمعصرة. الفحم ما بيصير ألماس وجوهر إلا إذا انضغط تحت الأرض، يعني البذرة ما بتطلع بتنبت إلا إذا أنت حطيتيها تحت تراب وطلعت. فالفكرة الفطرة إنه نتألم لنتعلم، مو دائما طبعا الألم هو لحتى مثل ما قلت، مثل كيف السيارة معطلة لحتى، بس مو شرط. لما بنوصل لمرحلة وعي ما بيكون في ألم، بيكون في سعادة، سعادة لأنه دائما يعني الله خلقنا لنسعد، لنستمتع بالحياة، لأنه فيها وفرة، فيها وفرة من الهواء، من الشمس، من الجمال، من الطبيعة، من الناس الحلوين. بس نحن منركز على الناس الحلوين بحياتنا منلاقي ناس حلوين قد ما فينا وما منلتقى غير فيهم. منركز على الناس السيئين والبشعين، طبعا بشعين مو شكل، الجوهر داخليا، منلاقي ناس يعني لأنه نحن ركزنا عليهم. بس الفكرة ركز على الشغلات الحلوة، مداح الناس بالشغلات الإيجابية اللي فيها لحتى يطلع لك يكتروا هدول الناس بحياتك. لما بتذم الناس السلبيين، حتى الناس السلبيين لا تذمهم، مو شغلتك تحكم عليهم، اتركهم بطريقهم وسامحهم. أنا فكرة التسامح، لما نحن ما بنسامح الآخرين بيضل بيتكرس لنا هذا النموذج مرة ومرتين وثلاثة، لأنه نحن ما عم نتعلم، عم نتألم بس ما عم نتعلم. الألم بيجي لحتى نحن مثلا، أنا دائما حاقد على هذا الشخص، لا لازم سامح واغفر واطوي صفحة. يلي دائما بيعلق لما أنا بوقع بحفرة وبعلق فيها وبضل بسب الحفرة وبلعن الحفرة، فأنا بحياتي ما بطلع منها. أما أنا لما بنفض أواعيي وبحمل حالي وبتجاوز هي الحفرة، هون أنا إنسان ناجح. أنا بدي أوصل لهدفي، أنا شو بدي بالحفرة؟ في حفر كتير بحياتنا، وفي ناس هن الحفر، في أشخاص، أحداث، أشياء بحياتنا هن الحفر. كلنا رح نمر بهي الحفر، طبيعي. الولد اللي بده يمشي بده يوقع ويتعثر، فالطبيعي انه نحنا نتعثر. بس اللي مو طبيعي واللي مو فطرة انه نحنا نضل غرقانين بهي الحفرة او بهذا الشيء. دائما نفوكس على هدف، واللي ما له هدف في حياته بيغرق. يلي ما له، يلي اللي ما بيعرف السباحة وما بيعرف يعوم ويفكر يتعلم ويتطور رح يغرق بيوم ما. نعم. كمان دكتورة، كتير أوقات بنشوف أشخاص بيكونوا موجودين بالحياة اللي هو بيحاول ينصحك من تجربته أو وبيعطيك نصيحة بتعمل معك العكس. يعني من مبدأ أنا هيك ساويت وهيك جابت النتيجة، كانت هيك عمل هيك وشوف مني، علما أن نحن ما في واحد فينا بيشبه الثاني ولا ظروفه بتشبه الآخر. أنا بدي أقول له نصيحة، استفتي قلبك، مو كل شيء بيقولوا لك عليك الناس. يعني دائما حتى بالأديان، بالمعتقدات، بالموروث اللي نحن من 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 نحن قربين عليه، مثلا أنا ولدت بهذا الفكر المعين أو كذا، ضروري إني أنا راجع هذا الفكر، هذا الفكر صح ولا غلط، هذا الفكر صح ولا لا. مثلا أهلي قالوا لي فكرة معينة، مثلا هي الفكرة بتأدي للفقر، بتأدي لأني أنا أكره الآخرين، بتأدي إني لا أذي الآخرين. أنا مو كل شيء قال لي، حتى من أعز الناس اللي يعني أقرب الناس إلنا، إلنا أهلنا، بجوز مدرستنا، بجوز كذا، فكرة معينة مثلا حتى المدرسة أوقات مدرسة بتحكي كلمة الطفل بياخدها بس ما بيفهم، هي بتكون أصلا ما عندها وعي، بتقول كلمة معينة مثلا. الفكرة مو كل حدا قالنا كلمة هي صحيحة، نفلتر، نشوف التجربة حوالينا، هل صحيح هذا الكلام؟ نشوف حوالينا هل هي بالحياة هي هيك ولا لا؟ مثلا لما أنا بعمل شيء صح أو شيء حلو بالحياة أو إيجابي، لا رح لاقي شغلات إيجابية. يعني كتير ناس بيقولوا لنا إنه نحن بنساوي خير بنلاقي شر، لأنك أنت اعتقدت إني أنا دائما أنت عم تقول أنا بساوي خير وبلاقي شر، فهو القدر شو بيقول لك؟ إيه يلا ساوي خير رح أعطيك شر. أنا بساوي خير بيكتر الخير وبيزيد وبيفيض إلي وللناس اللي حواليه، فبيجي القدر شو بيقولنا ورب العالمين إنه خلص حاعطيك خير قد ما أنت اعتقدت أنا وعند ظني عبدي بي. ومثل ما بتظن بالكون وبالحياة كله متوقع آت، هيك الإمام علي بيقول، كله متوقع آت، كل شيء بتتوقعه. أنا أوقات بيقولوا إنه مثلا أوقات بشوف حدا مكتئب كتير كتير إلا بشهر كذا رح يصير معك كذا، أنا لا منجمة ولا بعرف ولا كذا، بس شو الفكرة؟ بتعطيها أمل. أنا بعطيها إنه بالشهر الفلاني باليوم الفلاني حيصير معك هذا الشيء الحلو كتير كتير، فهي بتضل عم تستناه، قانون الجذب، فهي بتضل بتجذبه بتقلي عن جد صار معي هيك.
عن جد انا تزوجت بهي تكون وحده مثلا عمرها 35 او كذا، فبقول لها رح تتزوجي مثلا بنيسان، انا بقول نيسان شهر الفرح، شهر السعاده التجدد، وصدقا انا نسيان القصه، انا بحكي ايجابيات لحتى الناس تتفائل وتحب الحياه، بس انت بتكوني نسيتي القصه، بس هذا الشخص ما بينسى الفرح وكميه الحب اللي انت غمرتي فيها. مثلا حدا بيقول لك انه انا ما بلاقي الشخص اللي انا مناسب لي او العمل، بقول لها لا رح تلاقي، انت بس غيري قناعاتك، رح تلاقي احسن مكان وكذا وكذا. طبعا اذا اقتنعت رح تلاقي، اذا ضلت على انه لا ما بلاقي، الناس شريره، الحياه ما لها منيحه كذا، مثل ما بتعتقد رح يصير. كل شيء بالكون هو انعكاس، هو مرآتك. حتى يمكن دكتوره مو بس الاعتقاد، لما نحن بنطلع انه في شغلات يمكن كثير ايجابيه بالحياه، ما نصير نحن بتصرفاتنا لا اراديا بنتصرف بايجابيه لانه نحن عندنا هذا الاعتقاد. ما هيك دكتور؟ تماما. يعني مثلا انا لما بفيق مبتسم، لما بفيق رايق، لما بطلع على حالي بتغزل بحالي، ما انطر حدا، ما انطر مجتمعي وابي او زوجي او اولادي ليقولوا لي انت والله حليانه اليوم، لا ان شاء الله ما تبلي، والله حليانه ان شاء الله بتسلمي جمالك. نحب حالنا مثل ما قلنا، سمنانه، نحفانه، حليانه، شعري كيرلي، شعري ناعم، قصص شغلات صاير في كل شيء، نحب حالنا مثل ما نحن. اذا ما حبينا حالنا حتى الكون كله والناس كلها حتشوفنا بنفس هذا الشيء، فمثل ما نحن بنشوف ذاتنا الناس والكون والحياه حتشوفنا نفس الشيء. اكيد يعني هاي المعلومات كلها، طب نتمنى يكون كل الناس استفادوا منها. بدنا نشكر وجودك معنا دكتوره شفاء، وان شاء الله يكون حكيك كمان شفاء لكل الناس التعبانه بهالصباح. شكرا لك. صباحكم يا ميت هلا. شكرا كثير لك دكتور.